استقبل اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد بحضور الشيخ أحمد بن عبد العزيز الخليفة. في بداية اللقاء هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني بالثقة الملكية السامية بتعيينه وزيرا للخارجية، متمنيا لسعادته التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله ومواصلة النجاحات التي حققتها الدبلوماسية البحرينية في العديد من المجالات والتي تأتي انعكاسا لما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى من اهتمام بهذا القطاع الحيوي المهم والذي حقق منذ تأسيسه نجاحات بارزة. وعرف العالم بالهوية البحرينية الرصينة وسياسات مملكة البحرين الخارجية. أشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أن الخبرة الواسعة والدراية التامة التي يتمتع بها سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني والتي اكتسبها جراء عمله في المواقع الحكومية البحرينية، بالإضافة إلى توليه لمنصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي حقق من خلاله نجاحات كبيرة في العديد من القضايا، ستسهم في استمرارية الارتقاء بالعمل الدبلوماسي البحريني وتطوير عمل السياسة الخارجية والبناء على ما تحقق من إنجازات كبيرة وفق الأسس الثابتة لمملكة البحرين والتي لا تحيد عنها، حتى باتت الدبلوماسية البحرينية موضع تقدير واحترام وثقة دول العالم. بيّن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني ووفق ما يتمتع به من فكر نير في المجال الدبلوماسي قادر على تنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى والرامية إلى استمرارية العمل للنهوض بالأداء الدبلوماسي البحريني وتطويره، وذلك من أجل ضمان استدامته وجاهزيته للدبلوماسية البحرينية ومواكبتها لكافة التطورات العالمية. من جانبه أعرب سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني عن شكره وتقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على استقباله وتهنئته له بالمنصب الجديد، ومؤكدا بأنه سيعمل جاهدا من أجل تنفيذ الرؤية الملكية السامية في استمرارية تحقيق النجاحات الدبلوماسية البحرينية والبناء على ما تحقق لها من إنجازات باهرة، مؤكدا حرصه على تسخير خبراته من أجل تعزيز القيم والأسس الثابتة للدبلوماسية البحرينية بما يعزز من احترام وتقدير العالم لمملكة البحرين.